بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذا اليوم ضيف كبير جليل، كيف لا، وهو حفيد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد مهدي الشيرازي قدس سره الشريف، كيف لا، وهو ابن المجدد الثاني سلطان المؤلفين آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي قدس سره الشريف، كيف لا، وهو ابن أخ آية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي دام ظله الوارف، كيف لا، وهو شقيق المقدس الراحل آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدس سره الشريف. ضيفنا غني عن التعريف، سماحة آية الله السيد مرتضى الشيرازي حفظه الله ورعاه. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام والرحمة والإكرام، أهلا بكم ومرحبا. سماحة السيد، من المعروف أن باب الاجتهاد عند الطائفة الشيعية الحقة مفتوح من العصر الأول إلى يومنا هذا، ما امتازت به الفرقة الناجية عن الكثير من المذاهب والأديان، فما أهمية ذلك بالنسبة للمسائل المستحدثة بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وغيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الأخوة المؤمنين والأفاضل والمؤمنات الذين يستمعون إلى هذا الحوار حول هذا الموضوع الحيوي الحساس. بالنسبة لهذا السؤال هنالك حقيقتان. الحقيقة الأولى أن فتح باب الاجتهاد والذي امتاز به أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على مر التاريخ، منبعه ومصدره الأول هو القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن ليتفقهوا في الدين، فباب التفقه في الدين مفتوح. من الذي يستطيع وما الذي صحح للبعض من أتباع المذاهب الأخرى أن يحصروا الاجتهاد في أربعة من الأئمة؟ فليكونوا أئمة لو فرض ذلك، لكن باب الاجتهاد حسب هذا النص القرآني مفتوح ليتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذا من كل فرقة، قد تكون هناك طائفة تتفقه، فإذا تفقهت فتكون لها الصلاحية للإفتاء إذا وصلت إلى مرتبة الاجتهاد والاستنباط. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر في الدرجة العالية والسامية وبأجلى معاني هذه الكلمة وهذا المصطلح هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولكن بعد ذلك طوليا هم الفقهاء. اسألوا أهل الذكر، أي شخص كان من أهل الذكر، والذكر من معانيه القرآن الكريم، حيث عبر عن القرآن في القرآن بذكرى. إذن اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر ليسوا محدودين بزيد أو عمر أو بكر، والحديث حول هذا الحقل طويل،
لكن نكتفي في هذه العجالة بهذا المقدار. إذن أولا الحقيقة الأولى أن فتح باب الاجتهاد هو مبدأ قرآني أو حقيقة قرآنية أقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الحقيقة الثانية حول الشق الثاني من السؤال، ما أهمية ذلك بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ نقول أولا لأن البشر في حالة تكامل وفي حالة تطور من جهة، والعلوم في حالة توسع من جهة ثانية، وحاجات الإنسان والبشرية في حالة تكاثر من جهة أخرى. لذلك فإن المسائل المستحدثة التي يبتلى بها المكلف ليست بالقليلة. مثلا على سبيل المثال السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المؤمنين جميعا كان يقول في البنك هنالك على أقل تقدير 3000 مسألة شرعية تحتاج إلى إجابة وتحتاج إلى تنقيح. يعني ليست القضية مجرد أن الربا حلال أو مو حلال، هناك مسائل كثيرة، منها مسألة بيع الكالي بالكالي على سبيل المثال، يعني المؤجل بالمؤجل، أن يكون الثمن مؤجلا ويكون الثمن أيضا مؤجلا، المثمن والثمن كلاهما مؤجلان، هذا باطل، يسمى بيع الكالي بالكالي. على أي تقدير المسائل كثيرة جدا ومتنوعة جدا. فتح باب الاجتهاد من حكم فتح الله سبحانه وتعالى لباب الاجتهاد هذه القضية، لكي يكون المجتهدون بمستوى التحدي. لأن باب الاجتهاد لو أغلق قبل 1000 سنة أين المسائل المستحدثة؟ كيف يجيب الفقيه الذي أغلقت عليه الأبواب وحجر على عقله من الاستنباط، كيف يستطيع أن يتصدى للمسائل المستحدثة؟ إذن فتح باب الاجتهاد إضافة إلى أنه حقيقة قرآنية مسألة فطرية، وبتعبير آخر لكي نستطيع أن نجمع، دققوا هنا جيدا، بين الأصالة والمعاصرة، الحل هو فتح باب الاجتهاد. الأصالة أن تبتنى كل فتوى على الأصول وعلى الأسس وعلى الشريعة. المعاصرة هنالك أحداث كثيرة مستجدة، فما هو الرابط بين القديم والجديد إن صح التعبير، أو بتعبير آخر أكثر دقة، ما هو الرابط بين الثابت والمتغير؟ هنالك ثوابت في الشريعة وهنالك متغيرات في الحياة، ما هي حلقة الوصل بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الحياة الفقيه؟ وفتح باب الاجتهاد يؤدي هذا الغرض. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى للتوضيح أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، إذن هناك حوادث، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سماحة السيد، من المعلوم فقهيا أن دور الفقيه هو استنباط الأحكام الشرعية لنفسه ولمقلديه، فما أهمية الفقه في حياة الإنسان والأسرة والمجتمع؟ هذا السؤال جيد وحساس، ولكن أضيف: دور الفقيه لا ينحصر في استنباط الأحكام الشرعية، هذا دور أساسي ومفتاحي بالنسبة للفقهاء، والأمة بأحوج ما تكون إلى الفقهاء العظام الذين يستنبطون الأحكام من مصادرها الشرعية ويعطونها ويمهدون السبيل للناس للمعرفة. هذا دور، وهو دور أساسي ومفتاحي، استنباط الأحكام الشرعية، استخراج الأحكام الشرعية من النصوص الأولية، معرفة الرابط بين الثابت والمتغير، معرفة مدى انطباق العناوين الثانوية في مورد من الموارد، هذه كلها موجودة. لكن نضيف: الدور الأول للفقيه هو هذا. الدور الثاني للفقيه، وهو دور أساسي، هو أن يكون حصنا للأمة،
ليس الفقيه مجرد مفتي، وإنما هو حصن للأمة بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول الفقهاء حصون الإسلام. إذن الفقيه يقوم بعملية تحصين للأمة من شتى الأخطار، قد تكون أخطار عقدية أي عقائدية، قد تكون أخطار فكرية، قد تكون أخطار ثقافية، قد تكون أخطار ناشئة من عادات وتقاليد لا تمت إلى الدين بصلة وتضر بالمجتمع، وهكذا وأهل المجرة. فإذن الدور الثاني للفقيه أنه حصن للإسلام وللمسلمين، هذا الدور وهو دور مفتاحي وأساسي. الدور الثالث للفقيه الإرشاد والهداية، هذه الآية الشريفة تشير إلى ذلك التي تلوناها عليكم آنفا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ماذا ليتفقهوا في الدين ولينذروا. إذن دور الإنذار، دور التحذير أن هذه المعاصي تجر الإنسان ذلك البعيد لا سمح الله إلى النار، وأن طاعة الله سبحانه وتعالى هي التي تخلده في الجنان. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون من ماذا؟ من مخالفة الله سبحانه وتعالى في تشريعاته الكلية أو الجزئية، الكبروية أو الصغروية، العامة أو الخاصة، الأصولية أو الفقهية أو ما أشبه ذلك. إذن هذا أيضا دور للفقيه، دور مهم، الإنذار. الدور الآخر للفقيه هو الدور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو يتداخل مع بعض تلك الأدوار السابقة. إذن الفقيه دوره استنباط الأحكام وتمهيد السبيل وتعبيد الطريق للأمة لكي يعرفوا تشريعات الإله جل وعلا. ثانيا دور الفقيه أنه حصن للأمة من الأخطار، كما شاهدنا ذلك مثلا في الميرزا الشيرازي الكبير قائد ثورة التبغ في إيران ضد الاستعمار البريطاني، والميرزا الشيرازي الثاني محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين في العراق، وكما شاهدنا ذلك على مر التاريخ مثل نصير الدين الطوسي وسائر علمائنا الأعلام. إذن دور أنه حصن للأمة، دور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دور الإرشاد والهداية، هذه بعض الأدوار التي يضطلع بها الفقهاء، فالأمة تحتاج إليهم من هذه الجهات بأجمعها. نعم. سمحت سيد، هنا سؤال يقول إذا كانت أهمية الفقه بهذا المستوى فما هي منزلة وأهمية مراجع التقليد الحاملين لهذا العلوم، لهذه العلوم التي لا يستطيع أن يستغني عنها مطلق البشر لأنها لصالح دنياهم ولسعادة آخرتهم، وكيف يمكن أن تبين لنا ذلك؟ بالنسبة إلى الأهمية القصوى والكبرى والاستراتيجية للفقهاء وللمراجع بالذات، الأهمية المحورية والمفصلية أو ما شئت فعبر، نستطيع أن نلخص هذه الأهمية في نقطتين. النقطة الأولى هي أن الفقهاء هم عامل استقرار وازدهار للمجتمع. النقطة الثانية أن الفقهاء يجسدون منهج الله سبحانه وتعالى ودساتيره في البشرية، قوانينه، مناهجه، التجسيد للإرادة الإلهية التشريعية تكون عبر الفقهاء العدول الورعين، كما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فماذا؟ فللعوام أن يقلدوه، أن يتبعوه، أن يقفوا أثره ويقتفوا أثره. إذن هنالك نقطتان محوريتان، الأولى أن الفقيه هو تجسيد لمنهج الله في مقابل المناهج التي تكون خلفها الأهواء، خلفها الشهوات. يعني
في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحقوق، في شتى الحقول. الله سبحانه وتعالى أعرف بصالح البشر من البشر بأنفسهم، لأن الله محيط بالخفيات، محيط بماضي الإنسان وحاضره ومستقبله. أما البشر مهما تكاتفت عقولهم وتعاضدت لا يستطيع أن يعرف حتى نفسه. لذا الإنسان هو ذلك المجهول، مهما عرفنا منه من أشياء لكن هناك أسرارا لا يستطيع الإنسان أن يستكشفها. الله سبحانه وتعالى خالق البشر، خالق البشر هو الأعرف بالبشر وبما يصلحهم. هنالك دساتير وقوانين ومناهج وتشريعات وأحكام أنزلها على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ثم الرسول صلى الله عليه وآله أوصلها إلينا عبر الأئمة الهداة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، ثم الفقهاء. إذن الفقهاء هم وسائط الفيض الإلهي، الفيض الرباني في الحقل التشريعي الذي يرتبط بشتى مناهج حياة البشر وبشتى الأبعاد. فإذن هنالك خطان بتعبير آخر، خط الله أو خط الأنبياء أو خط الفقهاء طوليا، وخط الشيطان وخط الأهواء والشهوات. الفقهاء يجسدون هذا الخط، خط الأنبياء، أهمية محورية مفصلية. إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فاسلك طريق الأنبياء. حسنا، هذا في البعد النظري. في البعد العملي الفقهاء هم ضمانة الاستقرار والازدهار. أمثل لكم مثال، لو أن الناس حقيقة اتبعوا الفقهاء وإرشاداتهم، هل المشاكل الأسرية كانت بهذا الحجم وبهذا العمق وبهذا الامتداد؟ الخلافات ونسبة الطلاق، هناك بلد إسلامي عربي أخيرا الإحصاءات الصادرة من ذلك البلد ذكرت أن هذا البلد الإسلامي العربي اللي أكثرية المطلقة مسلمين والأقلية جدا جدا من أديان ثانية، بلغت نسبة الطلاق فيه خلال الأيام الماضية إحصاء للعام الماضي يعني 62%. بلد معروف 62%. هذا ليش؟ لأن الناس ما يتبعون الفقهاء. تدرون الطلاق يعني شنو؟ يعني يحطم الأسرة، يعني يحطم الأولاد، يحطم مستقبلهم، يحطم الأخلاق، يحطم الاقتصاد أيضا طبيعيا. الطلاق شوفون كم تحدث فيه من مشاكل وكم تتلف فيه من أوقات ومن أعصاب ومن جهود ومن أوقات وغير ذلك، كان ينبغي أن تصرف في البناء. 62% نسبة الطلاق في هذا البلد، بلد إسلامي عربي قريب منا جدا. حسنا، لو أن الناس اتبعوا الفقهاء الذين يترجمون تعاليم الله سبحانه وتعالى في المهر القليل، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول خير نساء أمتي أقلهن مهرا، في جزء من الحديث أقلهن مهرا، في تبسيط الزواج، في التبكير في الزواج. الرجل الشاب بلغ، الفتاة بلغت تتزوج، أما عندما نضع سقف زمني للزواج بعد التخرج من الجامعة أو بعد التوظف والتوظيف، هذا لم ينزل به الله من سلطان، هذا خط الأهواء والشهوات بأي عذر كان. لذا نسبة الفساد ترتفع ونسبة تحطم العوائل ترتفع أيضا. إذن هذا دور محوري مفصلي آخر للفقه، أنهم عوامل استقرار الفقهاء. لو أن الناس اتبعوا الفقهاء لاستقر المجتمع، استقر في حياة هانئة سعيدة ولا ازدهر أيضا. والحديث في هذا الحقل طويل، لكن هذا المقدار لعله فيه الكفاية إن شاء الله. سماحة السيد، قد يتراءى للبعض أن كثرة تعدد الفقهاء وبالتالي تعدد الآراء قد تسبب حالة إرباك للناس، علما أن كثيرا من الفضلاء يعبرون عن هذا التعدد نعمة عظيمة لبلورة الفكرة وجلائها للوصول إلى الواقع الذي أمرنا به، فما تعليقكم على ذلك؟ لاحظوا تعدد الفقهاء، هذه ظاهرة حضارية. لماذا؟
لأنه أنتوا إذا دخلتوا إلى بلد وشفتوا ولاحظتوا ورأيتم وشهدتم أن الخبراء فيه في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحقوق، في الهندسة، في الطب، لاحظتوا هناك خيارات عديدة أمامكم. هذه ظاهرة صحية. إذا بلد في مهندس واحد مهما كان نابغة، أو كان طبيب واحد فيه، أو مستشار اقتصادي واحد، أو خمسة، أو خمسين، أو خمسمائة، أيها أفضل؟ من الواضح أن المجتمعات الحيوية والحضارية الخبراء يكونون فيها أكثر، اللي تفسح المجال لتفتق الكفاءات وظهور الطاقات. تعدد الفقهاء ظاهرة حضارية، الخيارات تكون أمام الأمة متعددة. زد على ذلك أن الحاجات جدا كثيرة، الحاجات حاجات الأمة جدا كثيرة، وفي تصوري هذا المقدار الموجود من الفقهاء كثرهم الله وبارك الله في جهودهم أكثر فأكثر، لا يزال في ضغط شديد من جهة المقدرة على تلبية متطلبات الأمة وحاجاتها. الحاجات جدا كثيرة، التحديات جدا خطيرة، الأعداء متقالبون بشكل غريب. إذن تعدد الفقهاء ظاهرة صحية، بل هي ضرورية، وفي تصوري لم نصل إلى المستوى المطلوب والكافي من الفقهاء الذين يتصدون لشؤون الأمة في شتى الأبعاد ويكفونها شرور الأعداء. سمحت سيد، ما الذي ينبغي للمقلد عمله تجاه هذه الاختلافات؟ هل يجزيه تقليد شخص أو لابد من الاحتياط؟ يعني لاحظوا هنا مسألتان، نبدأ بالشق الثاني، أنه هل يجزي المقلد أن يقلد أحد المراجع أم لابد من الاحتياط؟ نقول التقليد طريق عقلائي شرعي وعقلائي، فإذا كان طريقا شرعيا وعقلائيا فلا ضرورة للاحتياط. الاحتياط خيار الإنسان، عليه أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. الاحتياط خيار من الخيارات، لكن التقليد أيضا خيار من الخيارات، وهو طريق عقلائي. الآن الناس كلهم يروحون يصيرون أطباء، الطبيب يعني مجتهد في حقل الطب، المهندس يعني مجتهد؟ لا، بعض الناس يذهب ويتخصص فيكون طبيبا أو مهندسا أو اقتصاديا أو ما أشبه، والأكثرية من الناس تقلدهم في تلك الحقول. الفقيه هو المتخصص الجامع للشرائط، طبعا ليس مجرد متخصص، وإنما ينبغي أن يكون عادلا إلى سائر الشرائط المذكورة في الرسائل العملية وفي الموسوعات الفقهية. إذن هل يجزيه التقليد؟ نعم، التقليد هو طريق عقلائي من جهة، وأيضا القرآن الكريم يقول فاسألوا أهل الذكر، يعني شنو التقليد؟ نسأل أهل الذكر، فما قالوه نقبله. وأيضا يقول الإمام عليه السلام العمري ثقتي، في رواية أخرى يقول بأنه خذ من زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا. إذن ذلك الشخص، أو في رواية أخرى فما أدّي إليك عني فعني يؤديان، الإمام يقول فما أدّي إليك عني فعني يؤديان، يعني كلامهم حجة. إذن هذه المسألة واضحة، أنه التقليد البعض ربما يعني يستكثر أو يستقبح هذا المصطلح، أنه شلون نقلد يعني، يتصور فيها يعني هذه منقصة. بالعكس، هذا طريق عقلائي، إما كن طبيبا أو كن مقلدا للطبيب، ما يصير الناس كلهم يصيرون أطباء. إذا أنت أمكنك أن تكون طبيبا فكن طبيبا، إذا أنت خيارك خيار آخر كأن تكون مهندسا في الطب لازم تقلد. كذلك الفقه في الأصول والفقه والأحكام الشرعية، إذا الإنسان أراد أن يصبح مجتهدا فليسلك هذا الدرب 10 سنوات 20 سنة أقل أكثر يسلك، لكن عامة الناس ليس مقدورهم ذلك، ثم ستنهار الحياة. يعني نقول لكل الناس اتركوا كل حرفكم وصناعاتكم وأعمالكم وتعالوا صيروا مجتهدين في الفقه والأصول والقواعد الفقهية والتفسير والحديث والدراية والرجال
والعلوم البلاغية والأدبية التي ترتبط بالكتاب والسنة، هذا ما يمكن. إذن التقليد طريق عقلائي وأيضا هو شرعي، هذا من جهة. إذن نعم يجزي، التقليد مجزئ وهو فضيلة وليست نقيصة لمن لا يستطيع أن يكون مجتهدا في حد ذاته. أما التعبير بكلمة الاختلافات اللي تفضلت أنه المقلد تجاه هذه الاختلافات ماذا يصنع، نقول الاختلاف قد يكون ظاهرة إيجابية، الاختلاف ليس بالضرورة سلبي، الاختلاف السلبي سلبي ولنا اختلاف إيجابي. الاختلاف الإيجابي ذاك الذي يسبب تلاقح الأفكار. الآن الأطباء لهم آراء مختلفة، المستشارون لهم آراء مختلفة، نحن لا نستطيع أن نحجر على العقل البشري، نقول هذا اجتهد أن تكونوا نسخة طبق الأصل كابي من هذا الاجتهاد. لا، الاختلاف الإيجابي جيد، بمعنى أنه أنا أستنبط وأنت أيضا تستنبط وزيد أيضا يستنبط، ثم الناس بالخيار، الناس يختارون هذا الشخص أم ذاك الشخص أم الشخص الآخر. إذن الاختلاف بما هو بدون لوازمه، لأن الاختلاف أحيانا يصطحب بلوازم مضرة، يعني في خلاف فكري بيني وبينك لكن بعد ذلك نتهاوش بالتعبير العرفي، يعني نتنازع، يضرب أحدنا الآخر، يغتاب أحدنا الآخر، يتهم أحدنا الآخر لا سمح الله، أو بعض جماعة هذا الشخص مع بعض جماعة ذلك الشخص الآخر يكون بينهم توتر، يكون بينهم اصطكاك سلبي، هذا هو السلبي. لكن تعدد الأفكار، تعدد الآراء، تعدد المجتهدين، هذه ظاهرة إيجابية. واختلافهم أيضا في الحديث الشريف اختلاف أمتي رحمة، هذا له تفسيران عن رسول الله صلى الله عليه وآله. التفسير الأول هو هذا اللي قاعد نقوله، اختلاف أمتي رحمة، لأنه الاختلاف ينبع من رحم الحرية، والحرية رحمة، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحرية الفكرية ينجم عنها ماذا؟ ينجم عنها تعددية في الآراء. إذن الاحتمال الأول في هذه الرواية الشريفة اختلاف أمتي رحمة، لأنه يصير أيضا أمام الناس خيارات عديدة، هذا الطبيب تروح له أو ذاك الطبيب أو ذاك الطبيب، هذا العالم أو ذاك العالم أو ذاك العالم. طبعا احتمال آخر في هذه الرواية هو اختلاف أمتي، أي اختلاف بعضهم إلى بعض، يعني تزاور بعضهم مع بعض، هذا احتمال ثاني وكلاهما صحيح في حد ذاته. نعم سمحت سيد، في كثير من المسائل الفقهية يفتي المرجع بالاحتياط، فماذا يعني الاحتياط للمقلد للمقلدين؟ لاحظوا ذكرنا أن الإنسان مخير، الإنسان العاقل والمكلف مخير بين الاجتهاد وبين التقليد وبين الاحتياط، سواء في الطب أم في الهندسة أم في الفقه. ماذا يعني الاحتياط؟ الاحتياط يعني أن تأخذ بذلك القول الذي هو أقرب للواقع، أو بتعبير أدق لكي تحرز الواقع قطعا رغم وجود حجة أخرى لك أن تتمسك بها. نمثل بمثال، مثلا التسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك رأي يقول بضرورة ولزوم ووجوب أنه تكررها ثلاث مرات، رأي آخر يقول أن المرة الواحدة تكفي. فأنت تحتاط، يعني ماذا تصنع؟ تأخذ بالرأي الأشق والأصعب، لأنه على كل تقدير هذا الرأي مبرئ للذمة، وإن كان الرأي الأول إذا كان قائل مجتمع مجتهد جامع للشرائط مبرئ للذمة أيضا، لكن هذا على التقدير ذاك وزيادة فهو احتياط. لكن الله لم يلزمنا بهذا، رفقا بعباده وتخفيفا عليهم، إضافة إلى أن ذاك هو أيضا حجة، مقتضى حجية الرأي الأول أنك تستطيع أن تلتزم به. مثال آخر، بعض الفقهاء يرى أن طفلة صغيرة لو ارتضعت مع شخص آخر من ثدي واحد، من مرضعة واحدة، من لبن واحد، 15 رضعة، هذه تصير أخته من الرضاعة، فيحرم عليها أن يتزوجها، أخته من الرضاعة.
بعض الفقهاء يقول لو ارتضع 10 رضعات معها من لبن مرضعة واحدة من فحل واحد يعني، هنا الحرمة تنتشر فتكون أخته من الرضاعة فلا يستطيع أن يتزوجها. حسنا، هذا الرأي وذاك الرأي، لكن أحوط الرأيين ما هو؟ أنه إذا كانت ارتضعت معك 10 رضعات ما تتزوجها. صحيح إذا كان رأي الفقيه هو 15 رضعة هو المحرم، لكن الأحوط هو هذا الرأي. والأحوط قد يكون في مقام العمل كما مثلنا، وقد يكون في مقام الفتوى، يعني الفقيه عندما يصطدم برأيين وبمجموعتين من الروايات فتارة يبت في الأمر ويجزم بأحد الطرفين، وتارة لا تحدث له قناعة قوية جدا بأحد الطرفين، هو ظن أيضا من دائرة الظن المعتبر، لكن هذا الظن لم يبلغ درجة الاطمئنان. فهنا بالنسبة للرأي الآخر أحيانا يكون الاحتياط احتياط استحبابي إذا كان هذا الظن معتبر عنده، وأحيانا يكون احتياطا وجوبيا، وهذا كلام مفصل في محله. على أي تقدير الاحتياط هو طريق للإحراز القطعي للواقع عادة هكذا. نعم سماحة السيد، إذا كانت أغلب الفتاوى تؤخذ من الرسائل العلمية، فما دور الوكلاء إذن وما أهميتهم بالنسبة للمقلدين والمجتمع؟ لاحظوا دور الفقهاء، دور الوكلاء هو عدة أشياء. أنتم سؤالكم أنه إذا الرسائل العملية موجودة وفيها فتاوى الفقهاء فالوكيل ما هو دوره؟ الجواب 3 أدوار بل أكثر. الدور الأول التفسير، إحنا عندنا قانون وعندنا مفسر للقانون، في كل مكان هكذا قانون ومفسروه. الآن القوانين موجودة لكن المحامي يفهمها صحيح أو لا، مو كل واحد يفهمها. قبل ذلك القرآن الكريم موجود، موجود القرآن الكريم، لكن مفسر القرآن هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لتبين للناس في الآية الشريفة. فبناء على هذا القانون ومفسروه، الوكلاء هم مفسرون للقانون، وبتعبير أوضح الرسالة العملية كثيرا ما الناس ما يفهمون المقصود منها، لأن هاي عبارات اصطلاحية تخصصية، ربما بعض المسائل يفهمها لكن الأعم الأغلب من الناس لا يفهم الكثير من مسائل الرسالة العملية رغم التبسيط الذي قام به الفقهاء. ومن جهة ثانية قد يفهم مسألة لكن هذه المسألة لترابطها مع مسألة أخرى في باب آخر أكو لها أو في نفس الباب هناك لها مخصص أو مقيد، أو المسألة قد تكون متشابكة بالذات مع سلسلة من المسائل الأخرى، فهذا الطرف وإن فهم هذه المسألة لكن لأن ما يعرف تداخلاتها مع المسائل الأخرى فتتشوش عليه الرؤية، أو قد يخطئ في تطبيق هذه المسألة على حالته. إذن الدور الأول للوكيل هو أن يكون مفسرا للقانون، مفسر لآراء المرجع، مفسر للرسالة العملية إن صح التعبير. الدور الثاني، دور الوكيل لا يقتصر على أن يكون واسطة توضيحية تفسيرية للآراء الفقهية، وإنما له دور آخر في غاية الأهمية، هو التواصل الاجتماعي. يعني الوكيل يزور الناس، يعود المرضى وقد ينصحهم وقد يأخذ يطيب من خاطرهم إن صح التعبير، يعني يزور المريض ويقرأ له بعض الآيات بعض الروايات التي تعطيه طاقة وقوة وصبرا وشجاعة بإزاء هذا المرض. يزور المرضى أيضا، يقيم صلاة الميت على الأموات، يحضر الجنائز، يشهد الفواتح، يشهد الأفراح، يتواصل مع الناس. إذا هذا أيضا دور ليس دورا قليل الأهمية، أن هنالك شخص مطمئن موثوق به معتمد عليه يتواصل مع الناس في أفراحهم وأتراحهم. الدور الآخر للوكيل هو التربية. الوكيل يقوم بتربية الشباب، يقوم بتربية أبنائنا، يقوم بتربية الكبار، لأن الوكيل لا ينحصر دوره في الجانب الفقهي الحقوقي فقط، وإنما له دور أخلاقي تربوي معنوي روحي غيبي، هذه كلها موجودة.
لذا نرى أن الوكلاء الكثير منهم عادة يعني هكذا أيضا يلقون الخطب والمحاضرات التربوية الدينية الأخلاقية في شتى الحقول. إذن دور الوكيل ليس مقتصرا على تفسير القانون أو تفسير الرسالة العملية، وإنما أيضا يمتد للتواصل الاجتماعي مع العوائل، مع الأسر، مع الصغار، مع الكبار، وأيضا يمتد ويتسع لكي يشمل الدور التربوي. وما أحوجنا إلى هذا الدور في عالم اليوم، لأن الأخطار تحدق وتحيط بالشباب من كل حدب وصوب كما تعلمون. نحتاج إلى مربين، الوكيل يقوم بهذا الدور الحيوي. كثيرا ما الشاب واحد فجأة بغفلة بسيطة من الأبوين يشوفون لا سمح الله الشاب ابنهم اللي كان في الجامعة أو في الثانوية، وإذا انحرف راح والعياذ بالله في المخدرات، أو راح وراء المفاسد الأخلاقية لا سمح الله، أو تلك الشابة أو الفتاة، أو الأحزاب الضالة والأفكار الهدامة والمبادئ المنحرفة احتوشته وحرفت مساره الفكري. الدور الذي يضلع به الوكيل أيضا هو التربية، ونفس الأدوار اللي ذكرناها للفقهاء يقومون بها الوكلاء أيضا، حصون للإسلام. سمحت سيد، إذا كان بعض الوكلاء لا يقومون بواجبهم كما ينبغي، فما تأثير ذلك على علاقة الناس بالمرجع، وخاصة إذا كان المرجع في موقع الأعلمية؟ فهل يجوز للمقلد العدول عن تقليده بسبب تقصير الوكيل؟ سؤال جيد، وقد يكثر هذا السؤال في بعض الأوساط، لكن نقول هنا حقائق. الحقيقة الأولى أن الوكيل للمرجع لا يقتصر ويتحدد برجال الدين. قد يكون هناك طبيب وهو وكيل لمرجع التقليد فيما إذا رأى فيها المرجع الصلاحية وأعطاه وكالة محدودة أو مطلقة على حسب صلاحيته. قد يكون هناك محامي ووكيل، مهندس ووكيل، تاجر ووكيل، أكو الآن بعض التجار وكلاء للمراجع. طبعا حدود الوكالة سعتها وضيقها وحقلها يختلف كما هو واضح على حسب كفاءات ذاك الإنسان. إذن النقطة الأولى أن الوكيل عادة يعني الوكلاء هم رجال الدين، لكن هناك كثير من الشباب المثقف أو من أساتذة الجامعة أو من التجار أو من الأطباء وغير وكلاء، وهذا أمر صحيح. ليش؟ لأنه الوكيل يقوم بسلسلة من الأدوار، منها الإجابة على المسائل الشرعية. ربما يكون شخص طبيب أيضا دارس في الفقه، فهو فقيه وطبيب ما في إشكال، هو تاجر وفقيه. في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثير من الرواة كانوا تجارا ورواة وفقهاء في الوقت نفسه، ما في إشكال. شخص يحب أن يكون مضطلعا بالفقه يجي يدرس الفقه 5 سنوات 10 سنوات ثم ينشغل بالتجارة، لكن يستمر في ذاك الخط. فقد يكون وكيل، قد يكون هنالك وكيل وهو تاجر وهو أي شيء آخر، أستاذ جامعة وما أشبه ذلك. هذه النقطة الأولى وهي نقطة مهمة. وفي تصور هذا العبد الفقير أنه كلما كثر الوكلاء من التخصصات الأخرى على حسب طاقاتهم وكفاءاتهم، فذلك أضمن للحفاظ على الأمة من الأخطار، لأنه رجال الدين مهما كانوا عددهم محدود. رجال الدين في بحر هذه الأمة الواسع، عندنا هنالك ملياران من المسلمين حسب إحصاء، وحوالي نصفهم من الشيعة، 1 مليار على بعض الأقوال، وهناك شواهد على هذا القول. ملياران من المسلمين كم يحتاجون إلى وكلاء، إلى رجال دين؟ عدد هائل جدا. حسب دراسة علمية كل 200 شخص إلى كل 100 شخص يحتاجون إلى رجل دين واحد، إذا بالفعل هذا رجل الدين يريد أن يغطي حاجاتهم. عندهم مشاكل، عندهم نزاعات، عندهم أسئلة، يحتاجون إلى جانب تربوي أخلاقي روحي إلى آخره. كل 200 شخص إلى كل 100، الحالة المثالية كل 100 شخص رجل دين واحد، فملياران يعني كم رجل دين يحتاجون؟
الظاهر 20 مليون يمكن يصير هنا، عدد كلش هائل راح يصير، صحيح أو لا؟ إذا على معدل كل 100 شخص له رجل دين واحد، يعني نحتاج إلى 20 مليون رجل دين. أينهم؟ إذن فكرة أن تكون هنالك يعني أن يكون هنالك وكلاء من تخصصات أخرى هي فكرة عملية وهي جارية وسارية وبالفعل موجودة هذه، لكن ليست يعني بالسعة المطلوبة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى الكلام اللي تفضلت فيه أن هناك بعض الوكلاء قد لا يقومون بأدوارهم، نقول نقطة ثانية أنه قد يكون هذا التقييم غير صحيح. يعني ربما أنا كمراقب أرصد حركة هذا الوكيل أو الطبيب في مثال آخر، قد أنا تقييمي له ما يكون صحيح. يعني مو بالضرورة أن تقييم الإنسان لأداء الآخرين يكون 100% صحيح، كثيرا ما الإنسان يخطئ. كما أنه بالنسبة لسائر التخصصات ربما أن يكون تقييمي لهذا الطبيب غير صحيح، قد يكون ظلم فيه، قد يكون اشتباه. إذن ليس كل ما قيمته عن وكيل من الوكلاء فهو صحيح، قد يكون خطأ. هذه نقطة. وقد يكون صحيح. فننتقل للنقطة الثالثة، أنه لو فرض أن الوكيل أخطأ، نقول الوكيل بشر، لم يقل أحد بأن الوكلاء معصومون. المعصومون 14 عليهم الصلاة والسلام ومن قبل الأنبياء، لكن الوكيل بشر، يمكن أن يخطئ. إذا أخطأ الوكيل، يعني لم أكن أنا مخطئا في تقييم أدائه، إذا بالفعل كان في مرحلة الثبوت والواقع ونفس الأمر كان مخطئا، فهنا واجب الإنسان ما هو؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما في الآية الشريفة. واجب النصح والإرشاد، لأنه لا أحد فوق النصح. الإنسان قد يكون ينصح من هو أعلى منه، أو من هو مساو له، أو من هو أدنى منه. كما أن الأب مثلا يجب أن ينصح ابنه لو انحرف، إذا الأب هو نفسه انحرف يجب على الابن شنو؟ النهي عن المنكر، الأمر المعروف. إذن الوكيل لو فرض أنه أخطأ خطأ، فواجب الإنسان التواصي بالحق والتواصي بالصبر والنصيحة، وكما في الرواية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المظلوم، يعني المظلوم ما يخالف النصر، فكيف الظالم؟ شلون ننصر الظالم؟ قال بأن تكفه عن ظلمه، مضمون الرواية. إذن نصرة أخي إذا ظلم شنو؟ أن أردعه عن ظلمه. ليش هذه نصرة له؟ لأنه بذلك أحرز له آخرته وأجنبه سخط الله سبحانه وتعالى. على أنه نضيف نقطة أخرى وأخيرة، هي أنه نحن نرجح ونفضل ونرى تبعا لجمع من الأعلام أن من المحبذ والجيد والنافع بإذن الله أن يكون للوكلاء في كل بلد مجلس يجتمعون فيه، لأنه أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، من شاور الرجال شاركها في عقولها، يد الله مع الجماعة. فلو كان الوكلاء هكذا مجلس، فإنه لو زلت قدم أحدهم البقية يسددوه في ضمن آلية واضحة محددة. نعم. سمحت سيد، لو عكسنا المسألة بأن كان المرجع ليس في عداد الأعلم وكان له وكلاء أكفاء ونشيطون، فهل يصح للمكلف تقليد هذا المرجع مع وجود الأكفاء والأعلم؟ لاحظوا هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه لو لم نقل بوجوب تقليد الأعلم كما هو رأي جمع من الأعلام، فالإنسان بالخيار، أي فقيه جامع للشرائط يستطيع أن يقلده. هذا إذا قلنا بأنه لا يجب تقليد الأعلم حصريا. لكن إذا قلنا يجب تقليد الأعلم، إذا قلنا بأن تقليد الأعلم واجب، فكون أن بعض الوكلاء ليسوا بذلك النشاط، أو أن ذلك المرجع ليس بذلك النشاط لسبب أو لآخر، لقيود عليه، لضغوط، لعوامل معينة، هذا لا يرتبط يعني بجانب التقليد. وبتعبير آخر، هذه نقطة مهمة، أن التقليد أمر والتعاون أو النشاط الاجتماعي أمر آخر. وهذه نقطة مهمة، يعني قد أنا أقلد هذا المرجع لكن أتعاون مع وكلاء المرجع الآخر، ما في حدود، ما في سدود، ماكو حواجز. هذا قد يكون توهم يخلقه البعض،
الفقهاء هم بينهم الحمد لله متصافين، فليش الناس يخلقون بعضهم بعض الحدود والسدود والحواجز؟ إذن قد أنا أقلد هذا المرجع لأنه أعلم، لكن أكو هناك مرجع آخر له نشاط أكثر، الظروف سمحت له أو هو طاقاته أكثر من الناحية العملية، فما الإشكال في أن أقلد هذا وأتعاون مع ذاك؟ ما حد يقول لا. التقليد معناته في المسائل الشرعية من كتاب الصلاة إلى الصوم إلى الزكاة إلى الحج، أشوف ما هي الفتاوى وأمشي على طبق رأيه. لكن في أن نؤسس حسينية معا مع كل مقلدي المراجع الآخرين الجامعين للشرائط، أن نبني مسجدا معا، أن نؤسس ميتما دار الأيتام أو مستوصفا أو صندوقا للإقراض الخيري أو مستشفى معا، شنو الإشكال؟ أن نؤسس نقابة أو نؤسس منظمة من منظمات المجتمع المدني، منظمة حقوقية لنفرض تدافع عن المظلومين، تدافع عن السجناء الذين ظلموا بسجنهم، ما الإشكال في ذلك؟ إذن التقليد أمر والتعاون أمر آخر، بل أحدهما يكمل الآخر. سمحت سيد، بعض الفقهاء العظماء كان يفتي بضرورة دعم ومساندة ومساعدة من تتوفر في أهلية الاجتهاد وبحرمة وضع العراقيل أمام تحقيق هذه الغاية السامية، فما ترون من أهمية لهذه الفتوى في تقوية وتسامي هذه النجوم الزاهرة وانعكاس أنوارها على سائر الخليقة، إذ أن حفظ الدين كان على أيدي ثلة قليلة من هؤلاء، فكيف بها لو انبسطت هذه الطاقات على مستوى المعمورة؟ هذا الكلام كلام صحيح وسليم، وأضيف أن بعض الفقهاء اللي أشرتم لهم، السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كان من طليعة هؤلاء الفقهاء الذين يدعون لهذه الأمور الثلاثة الآتية. أولا من الناحية الكمية، كان يدعو لكي يكون رجال الدين والعلماء العاملين لكي يكونوا من الناحية الكمية بالمقدار الكافي والوافي، مثل ما أشرنا بمعدل لكل 100 شخص رجل دين، أو على أقل الفروض لكل 200 شخص رجل دين واحد. وهذا يعني أنه في حوزة كربلاء مثلا المقدسة، في حوزة النجف الأشرف، في سائر الحوزات العلمية في مختلف البلاد، في مشهد، في إصفهان، في دمشق، في الخليج، هنا ينبغي أن تكون مثلا الحوزة العلمية في النجف تضم 1,000,000 رجل دين. لماذا لا؟ المسيحيون حسب إحصاء قديم لعله يعود إلى 20 سنة قبل أو أقل أو أكثر، كان عدد رجال دينهم 4 ملايين رجل دين. 4 ملايين رجل دين، لما لا يكون لنا 4 ملايين أو 10 ملايين رجل دين؟ إذن من الناحية الكمية ينبغي أن نضخ في الحوزات العلمية شبابنا، خاصة الخيرة منهم، من حيث التقوى، من حيث الأخلاق، من حيث الذكاء، لأن هذا راح يكون طبيب الأرواح، فأنا لازم أنتخب أفضل أبنائي وأبعثها للحوزة العلمية في النجف الأشرف أو في كربلاء أو غيرها لكي يدرس، لأن هذا راح يكون هو القائد للأمة أو قائد لمجموعة من الناس. إذن من الناحية الكمية هذه نقطة. من الناحية الكيفية أيضا السيد الوالد الله يرحمه كان يدعو ويؤكد لكي يكون عدد المجتهدين أكثر، بمعنى أن النوعيات تكون أكثر، يعني تارة يكون عندنا 1,000,000 رجل دين أو 100,000 رجل دين، لكن عندنا 50 مجتهد من الطراز الرفيع، تارة يكون عندنا 1,000 مجتهد من الطراز الرفيع. من الواضح أن الكفاءات في القمة السامقة هذه مقدرتها وقدرتها على إدارة شؤون العباد والبلاد وعلى التصدي للشبهات هي أكثر، وعلى أن تكون حصنا للإسلام والمسلمين، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى تربية أجيال من الشباب ومن النساء والكبار والصغار. إذن من الناحية الكمية نحتاج أيضا كما نحتاج من الناحية الكيفية، هذا ثانيا. ثالثا مؤسسات البنية التحتية، يعني الحوزات العلمية
قد تكون كما ذكرنا في النجف وكربلاء، قد تكون في الباكستان، هناك حوزة علمية في أفغانستان أيضا، في الهند وغيرها، في أوروبا أيضا هنالك، في كل مكان ينبغي أن تكون هذه الحوزات. مؤسسات البنية التحتية الكافية والوافية هذه الآن مو متوفرة. يعني عندما تروح إلى مثلا كربلاء أو النجف ينبغي أن تجد أن الطاقة الاستيعابية للمدارس 100,000، تستوعب 100,000، 200,000 أكثر، لكن الطاقة الاستيعابية الآن للمدارس في النجف الأشرف قليلة، وكذلك في كربلاء، كذلك في الأماكن الأخرى. المدارس ينبغي أن تكون بالمقدار الكافي بالمئات بل الألوف، المكتبات بالمقدار الكافي بالمئات وبالألوف، هذه لازم إحنا نساهم فيها. يمكن واحد هو لا يستطيع أن يصبح رجل دين، لكن يمكن أن يساهم في هذه المؤسسات، مساجد، مدارس، مكتبات، وحتى مطبعات لتفي بالحاجة. وأذكر لكم رواية لطيفة تشجع المؤمنين على أن يضطلعوا بهذا الجانب. تقول الرواية: من مشى إلى العالم خطوتين وجلس عنده لحظتين وتعلم منه مسألتين. السجع هو أيضا لطيف. أعطاه الله بكل مسألة جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. من أربع جنات، تصوروا. من مشى إلى العالم خطوتين وجلس عنده لحظتين وتعلم منه مسألتين، أعطاه الله بكل مسألة جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. واللطيف في الرواية لم يقل المعصوم عليه الصلاة والسلام كل جنة أكبر من الكرة الأرضية مرتين، ولم يقل أكبر من المنظومة الشمسية مرتين، ولم يقل أكبر من مجرتنا، مجرة درب التبانة مرتين، وإنما قال من الدنيا. أي عظمة هذه وأي أجر! الناس يتنازعون على شبر من الأرض، كم من الحروب تحدث على أشبار، على قليل من الذهب، على قليل من الأموال، لكن الله بهذه البساطة يعطي. فالإنسان إذا استطاع أن يذهب هو إلى الحوزات العلمية ويدرس يحصل على هذا الثواب العظيم. إذا لم يستطع فليساهم في أن يتكفل رجال الدين، أن يتكفل بناء مدارس، مكتبات وما أشبه ذلك في تلك البقاع التي تحمل العلماء والمجتهدين. نعم. سماحة آية الله السيد مرتضى الشيرازي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء البسيط، ونأمل إن شاء الله لقاءكم في حلقات أخرى مع المشاهدين الأعزاء إن شاء الله. بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم. نحن أيضا نشد على أيديكم ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هذه القناة المباركة التي اطلعت بالدفاع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبرفع راية السيدة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، رفع راية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسائر القنوات الإيمانية التي تهتم بكلمة الحق وتهتم بالثقلين والثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما يقول صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم إلى المزيد ثم المزيد من العطاء، والمزيد ثم المزيد من الإنتاج، والمزيد ثم المزيد من الخدمة، والمزيد ثم المزيد من التألق، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، شكرا لكم على متابعتكم، إلى أملنا إن شاء الله أن نلقاكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.